شو بيحكوا لك على الثورة؟ هنن ندمانين على هذا الشيء اللي عملوه؟ والله هلا نحن ندمانين انه طلعنا من بلدنا، انه هالشيء صار مو لصالحنا، وقبل كنا عايشين احلانا يعني. قبل الثورة كانت الأمور أحسن؟ ندمنا لأنه طلعنا ثورة؟ يعني الصراحة ندمنا، أي والله. صار الأسد أحسن يعني؟ مو أحسن، بس كنا عايشين حياة أفضل من اللي عايشين. بتذكر؟ كان عمرك؟ كان عمري 8 سنين. طلعت مظاهرات هذيك الأيام؟ لا ما طلعت أبدا. ما طلعت. أنت مع الثورة ولا مع بشار الأسد؟ مع الأسد. مين اللي علمك تكون مع الأسد؟ مع الأسد، لأنه إحنا لما فزينا ثورة تمينا إيد وحدة ما كنا هيك. لأنه إحنا لو لما فزينا بالثورة لو تمينا إيد وحدة وكملنا ما وصلنا لهون. بشار الأسد هلا أنت اللي معه، هو اللي سبب وجودك هون، كيف يكون مع شخص هجرك؟ إن الثورجيين اللي فزوا لو تموا ولو تمينا إيد وحدة ما وصلنا لهون. مين علمك هذا الحكي؟ أنا هيك برأيي. الثورة لا تضل ولكن الثوار يضلوا. إذا كانوا قادة الفصائل ولا الائتلاف ولا غيره ضلوا، نحن بنضل مستريح. سبع نجوم، عبد الله سبع نجوم، جنب الإرهابيين سبع نجوم. اللي دمروا. طيب شو جابك لهون؟ أنا طلعت مشان ما يصير في رقبتي دم. مشان ما يصير رقبتي دم. بشار الأسد ما في رقبته دم؟ الله ورسوله أعلم. أنت عم تحكي باسم الله واسم الرسول؟ من ليك ليك؟ من قدم لظالم قلم فهو ظالم. صلى على سيدنا. انت ظالم، اذا انت مع بشار الاسد انت ظالم. لو سمحت، انا مع الحق، مالي مع فلان. بشار الاسد معه الحق؟ صلى على سيدنا رسول الله، ما اجى الزلمه طالعني من بيتي. ما اجى الزلمه جاب لك يا زلمه. اذا بشار الاسد منيح ليش ما بترجع على سوريا؟ انا بدي ارجع على سوريا واقامتي حره. ليش ما بترجع هلا؟ رجع 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 كهني. روح يا زلمه، صفي طوابير الخبز طول نهار. انا كل نهار كل نهار عم بصفي طوابير الخبز.